حجم الصادرات نحو الخارج إلى حدود 5 مليارات دولار خلال عام 2021، لكن هذا المسعى يتطلب توسيع مكاتب تمثيلها بالخارج لتشمل كل الأسواق، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اللي عندها قوة يعني رمزية داخل وخارج البلاد، ماذا بينا يكون عندها تمثيل موسع ويكون عندها تمثيل في كل السفارات وكل الدول يعني تاع العالم بما فيهم الدول الآسيوية والدول الخليج اللي أصبحت سوق يعني يفتح شهية كل الدول، خاصة الدول الإفريقية اللي ما عندناش يعني تمثيل فيها يعني ونقدروا نستقطبوا الزبائن. احنا قادرين يعني نغزو عدد كبير من الدول لو تكون استراتيجية واضحة. غياب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية صعب من مهمة العديد من المتعاملين الاقتصاديين في الحصول على هذه الأسواق، ما يستلزم فتح مكاتب بالعواصم الإفريقية والآسيوية في القريب العاجل. الدول اللي ماذا بينا تكون عندنا غرف تجارة هي الدول اللي عندنا اتفاقيات تجارية معها، مش معنى تعدد اتفاقيات تجارية مع تعدد تسهيلات. مثلا كاين دول ما نسلكوش حقوق الجمركة، يعني أنا كمصدر مثلا جيني ساهلا نبعث لي أني ما يسلكوش هما حقوق الجمركة ثم، يعني نقدر نفس السلعة تاعهم. أهم الدول هي اللي عندها الاستهلاك كبير، يعني مثلا كأندونيسيا مثلا، يعني الدول الناشئة مثل أندونيسيا وباكستان، مثل عندهم الصين الهند، يعني عندهم استهلاك كبير. يعني لما تعمل اتفاقية مثلا مع دولة من هذو وكأنك عملت مع 30 دولة اتفاقية. هذه الهيئة الاقتصادية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تلعب دوراً أكبر في إنعاش التجارة الخارجية الجزائرية من خلال توسيع تمثيلها وتوسيع صلاحيتها لجعلها رقماً مهماً في معادلة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية.